سميتي عمر الشيخلي، عندي 33 سنة، مزيود في المغرب، من أب عراقي وأم مغربية، وسكنت في المغرب حياتي كلها. من صغري وأنا كنت ديما باغي نعرف شنو هادشي، شنو واقع، شنو هاد الحياة، شنو هاد الوجود، منين جاي هادشي كامل. من صغري وعندي الزهر اللي كبرت في واحد الجو اللي كان هو والديا ما كانوش كيلزموا علينا بزاف الاشياء، كزعما كيفاش نكونوا ولا كيفاش نفكروا ولا كيفاش معلوم كانوا كيعلمونا هذه ما كدارش، هذه خصكم تحترموا، خصكم تكونوا مزيانين، ما تعداوش، دوك الاشياء الاساسيه. ولكن في الفجار الروحانية ما عمرهم ما نزموا علينا شي حاجة. ديما باش كنت مع الطبيعة كنت كنحس بشي حاجة كاينة تما، كنت كنحس بلي الطبيعة حية، بلي كانت شي حياة تما اللي خارج على الحياة ديالي، ماشي غير انا اللي حي وداكشي الاخر ميت. منها وليت كنتسائل وكنت باغي نعرف، نلقى الوسائل باش نزيد نتعمق في هذا السؤال ديال شنو هادشي، منين جاي هادشي. ما كنتش بصراحة باغي أجوبة مصوبة، هادشي جا حيت كنت أنا باغي نجرب، كنت أنا باغي نشوف بعيني، كنت أنا باغي نقيس بيدي. فاش درت 15 عام دخلت الأيكيدو. الأيكيدو هي باش بديت كنتعمق في الفنون الحربية الروحانية، حيت الأيكيدو كما تعرفوا الناس فن حربي روحاني بزاف، وكنت يعجبني بزاف هذاك المجال ديالو الروحاني، وكنت باغي نتعمق فيه، وقريت عليه عام ولا عامين قبل ما ندخل الايكيدو. تعمقت فيه بزاف، والتاريخ ديالو وكل شيء، والفونداتور ديالو. كنت بقوه ما كنت متخشى مع داك الشيء، كنت كنقرا عليه وكنبكي بقوه ما كنت متخشى معاه بزاف. اي دخلت له في عمري 15 عام، حتى هذاك حتى الحياه اللي حتى الاشياء اللي تعلمتها من البوذيه من قبل ما ادخل الايكيدو عاونوني بزاف، حيت خلوني نبقى ثابت في طبيعتي، حيت البوذيه هي اساسيا كتخليك ثابت في طبيعتك، ماشي كتعطيك حاجه جديده ولا شيء ايمان جديد ولا هذه، كتخليك ثابت في طبيعتك. عبد الله بولالا، جو براتيك ايكيدو، عندي 4 دان. في صغري كان جيت باسيوني بار لي زار مارسيو، عجبوني نتفرج كاع في داكشي ديال جاكي شان. ايكيدو كان كيعجبني، كنشوفو ديك كيفاش ديك لا بيرسون كتغياجي مع لي زاتاك، الناس اللي كيعطيكي واحد داكشي سيتي سبيكتاكولير، جي عاون نقزها. كانوا الافلام ديال ستيفن سيغال، ها هو سي كراس على البدايه كي كيدو تعرف في العالم كاع. انا اصلا كندير الزازان، مي عاد لقيت سميتو الزازان، مي ما توتي لا ميم شوز، هادي راه هي لونيسيتي، كلشي حاجه وحده. حنا كنسميو عبقادر، سميو بوعزم، مي راه بنادم، كلشي حاجه وحده، سميت ليه لا براتيك وحده، لا سونساسيون حاجه وحده. تخيل وقيله هي ديال في الحته اللي كيقلبوا عليها، ما عرفتش. الوالدة ديالي وخوتي زعما صراحة ما عمرهم ما قالوا لي شي حاجة لي نيجاتيف ولا شي حاجة، ما كانوا في سبيكتاتور كيشوفوني. حتى اختي كانت كتعجبها تجلس، يا خويا حتى هو كيعجبو يجلس. اون فيت داك التأمل كلشي في الدار كان كيديرو تقريبا، جلس تشوف مع راسك. وعاد انا كنزيد ايكيدو داكشي كيقول لي خويا حنقصتي شوية. بطبيعة الحال كما عارفين في المجتمع المغربي اللي كيشوفوك تدير شي حاجه مختلفه تيقول لك انت حمق انت هذه، ولكن هذيك هي الطريقه الوحيده باش يمكن لك تجيب لهم شي حاجه جديده. غير خصك ضروري تصبر وتدوز من هذيك المرحله ديال غادي يعيروك، غادي يضحكوا عليك، غادي
غادي كاع يتخاصموا معك زعما الاصدقاء. انا كان عندي اصدقاء تخاصموا معايا غير حيت بقوت ما شافوني مختلف، وكندير داك الشيء ماشي بحالهم، ما شافوهاش واش مزيانه ولا خايبه، شافوا غير مختلفه. لا لا انت راك في شكل صافي. ايوا ولكن هذوك النفس لهذوك الاصدقاء ولو من بعد كيرجعوا عندي فاش كبرنا وفاش فاش كما كنقولوا داروا عقلهم وداك الشيء، بداو كي هما كيرجعوا عندي كيقولوا لي هذاك الشيء اللي كنتي كتبين لنا في الصغر دابا ولينا كنفهموه اكثر. ولو كيجيو هما كيسولوني اسئله باش يفهموه اكثر وباش يتعمقوا فيه، وباش كنشوف هذا الشيء بديت كان زعما سميتوش دائما كنهضر فاش كنبغي نشرح هذا الشيء 99% و 99% عباد الله كيفهموا العكس داك الشيء اللي بغيت نقول. هي دي طرافاي افير وعباد الله خاصها تقرا 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 وقراوا عباد الله قراوا 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 وحشومه اكثر من 60% ديال الاميه. والاميه ماشي المشكله ديال كاين اميه اخرين اللي تقول لهم راه ما قراوش مش عارف، من كاينه اميه واحده اخرى اللي بنادم كيدير شي فريق الكتابه وما كيهش يقرا، هذا راه اكثر من الامي واسمح لي ميسي لا فيغيتي. خاصنا نوعاو لاننا لي فو با سو فالي لا فاس، حنا شعب ما واعيش، شعب ما واعيش. انا نقول حنا واعرين، حنا اوني تري انتيليجون سا سي سور، ولكن مطفينا في تحرميات اتوعى. راه اون بو ليدي لو موند المغاربه. انا عارف جو سون سيت بوتونسياليتي، مي بنادم ما كيقراش. بزاف ناس كيحسب لهم اليوغا جات من الغرب، بزاف ناس باش كيسمعوا كلمه يوغا كيتخيلوا سواء زعما لي اوروبيان ولا لي امريكان زوعر وكيديروا اليوغا وكيتجبدوا ولابسين لباس زوين ومزير. الاكثريه ديال الناس كيتخيلوا التامل ولا المديتاسيون بالشرح ديالها اللي كاين في الديكسيونير، ولكن في الحقيقه هاد الكلمه ميديتاسيون ماشي هي الكلمه الحقيقيه ديال هاد النوع ديال التمارين. الكلمه الاصليه سميتها ديان ولا ديانه، وكنظن بلي حتى الكلمه ديال ديانه بالعربيه راه جايه من تما. كنظن ديان كتعني بواحد واحد 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 الحاله فين كنكونوا حنا متجاوزنا العقل، كنكونوا متجاوزنا لا بسيكولوجي، كنفوتوا لا بسيكولوجي، ما كنبقاوش عايشين في العقل، كنوليو بحال كنشاهدوا العقل من واحد البعد. هو لو زازان كان جابو ان بريتر بوديست نسيت سميتو من الهند، دوغين وكان ده هو اللي جابو لهم. ما هو سيتي بحال تقولي سي برونش من البوديزم اللي كي باش بنادم يوصل لا فيغيتي، لا فيغيتي ديالو بعدا خاصو يجلس ويحبس المونطال ويحبسها ويمشي بلا ان بوت. سا سي تري امبورطون، ما كاينش ان بوت اشاش، داكشي كيجي راسو الا جلستي في داك لو سيلونس مونطال و لو روبو في لو كور ديالك. ا مومون دوني كتولي تو بيرسوا كيلكو شوز، سي اون سونساسيون، خاص تا تبراتيكي تحس بها عاد تفهمها. صعيب تشرحها. À mon sens, la pratique est aussi. Ou l'outil de travail est le corps. Et grâce au corps, on peut atteindre la connaissance. En travaillant sur le corps ou le corps. D'ailleurs, je suis allé à la maison, mais je suis allé à la maison de la maison. Je suis allé à la maison de la maison. Le premier boursier marocain qui a étudié le Japon. وتما دار ايكيدو وكان مشى لان طوب بوديزدان وتما تعلم الزازان، كان كيديروا الزازان وكان علمني يعطيني كيكو براتيك من الزازان. اليوغا ماشي هو باش تدخل شي واحد لشي دين، اليوغا هو باش ماشي باش تحرم من الدين ولكن باش
باش تحرر من السجن ديال العقل. حيت العقل فاش ما كتعرفش ليه تولي سجن، فاش كيولي سجن ما كتبقاش كتعيش حياتك كما انت على طبيعتك، تتولي كتعيش حياتك على حساب شنو شي واحد اخر قال لك كيفاش خصك تعيش حياتك. الصوفية كاين كيقول له واحد البراتيك سميتها الرقابه ولا المراقبه ولا شي حاجه بحال، كتبدا كتشوف الداخل، كتبدا تشوف الداخل علاش باش توصل لواحد الحاجه كيقولوا لها الفناء في الله. الفناء سي سا زازين ولا لا ميديتاسيون اون جينيرال، كتجلس كتبدا تشوف الداخل و ان مومون دوني ما يقولوا تي تانيول ما كتبقاش تاخها، كتولي واحد مع لا ناتور، واحد كتولي واحد لونيسيتي لي جينيرال لونيسيتي ان افيك لو تو. هنا نقدر نقول كاينين تف في لونسينيومون كيتشابو، هنا كاين تقارب في هادشي. شيء كنسميه لينغا، لينغا كتعني لا فورم، يقدو بزاف الناس يفهموها بشكل غلط، ولكن في الهند عندهم هذه الاشكال بزاف اللي كيزرعوا فيها واحد الطاقه، واحد النوع ديال مراكز ديال الطاقه اللي كنسميهم لي شاكرا. شاكرا كتعني الرويضه، ولكن الشاكرا اللي كاينين عندنا في الجسم هما المراكز ديال الطاقه الداخليه. هذه لينغا بايرافي كتكون فيها 3.5 ديال الشاكرا، لي شاكرا التحتانيين. وكما قلت هادشي شويه ريسكي باش نهضروا عليه، حيت الناس ما فاهمينش مزيان شنو هو الشاكرا وكومون سا مارش. الوغ باش الناس يفهموا مزيان هادشي خاص يمكن شي فيديو خاص غير بهادشي ديال لي شاكرا. ما كاينش شي حاجه في الخلق اللي ما عندهاش طاقه، حنا كنسميوها طاقه داخليه، عندها بزاف الاسماء، ولكن هي اصلا هي الطاقه ديال الحياه، هي طاقه روحانيه. ماشي ما كنهضروش على الطاقه بحال الكهرباء ولا الطاقه ديال السخونيه، كنهضروا على واحد الطاقه اللي كتعيشنا، اللي باللغه السانسكريت كنقولوا برانا. عند اليابانيين تيقولوا كي، عند الصينيين تيقولوا تشي. كاع هاد لي براتيك اللي كنديروا الا بغينا نفهمهم علاش كنديروهم، زعما باختصار بوغ ان سول بوت، باش نطلعوا لا فريكونس ديال الانرجي ديالنا. اون فوا كطلع لا فريكونس عاد الحياه كيمكن تلقى واحد ليكسبرسيون إيه واحد المعنى علاش حنا عايشين. أقول كاين علاقة ما بين الكيدو ولا ميديتاسيون، حيت التعليم ديال البودا هو لو نونفير. كاين نقدر نقولو كاين لو نونفير، حيت البودا في الآخر قال لك باش توصل لليمناسيون مشى جلس قال لك انا جو نو في ريان اي جو في تو او ميم طون، سي في دير لو نون فير، انت جالس وكلشي داكشي كترا راف، سي ا بوبري سا لاكيدو. مي ما نمشوش نحلمو باسكو اكيدو سي رياليتي فيزيك، كتوقف فواحد البلاصه فواحد لو مومون دوني بواحد الستركتور دوني، داكشي اللي كترا ريزولتونت ديال داك لو ترافاي اللي درتي. كنديرو لا ماجوريتي د كاب بوحديتي في لا براتيك ديالي ديال الايكيدو في الصباح ملي كنفيق عندي واحد ساعتين ديال لونترينمون، كنبدا ب زازين شويه اليوغا، واحد كنبدا في لي سبوري بحال بالكين شويه ديال الخدمه ديال لي زامارتي.
كل نهار جو براتيك كل نهار من غير الا كنت خدام صباح بكري خصني نسافر ديك الساعه راه كنفيق كنخرج حيت كعزيز عليا الناس ما عندهاش الوقت مي انا دابا ولفت ندير الصباح متى بالليل مزيان بالليل سيرتو الا كنت عندنا في الدار عند ماما ما كاين شويه اتساع وفي على كتجلس بوحدي تكون كتمشي راه هي كتحلك بزاف ديال البيبي شي كاع ساعات ما نقدر نجلس ندير رصاصه بالليل كاين المنظر وكاين الاجواء كتساعد بغيت نوريكم واحد الشيء هذا واحد هذا كنلبسوه بزاف في الهند سميتو رودراكش هذا رودراكش على شكل هادو سي دي غرين جايين من واحد الشجره معينه كاينه في الهند وكاينه في الجبال هذه مثال هذه غنوريكم واحد ليكزامبل ديال الطاقه شنو هي وكيفاش كتصرف دابا غنشرح لكم هذه فاش كنشدوها بحركه كتولي كدور بوحدها الى دارت بهذا الاتجاه اللي هو الاتجاه ديال المكانه معناتها بلي كاينه طاقه ايجابيه الى دارت هكا معناتها كاينه طاقه سلبيه دابا مع هذا المكان اللي حنا فيه وهاد اللينكا اللي كتطلق طاقه زوينه طاقه ايجابيه كاينه طاقه ايجابيه كبيره وحتى الحيوانات الا كانوا شي مشاش ولا كلاب هنا ولا دراري صغار غيحسوا بها دغيا لما كنبغيو نعرفوا الشيء واش صحيح واش كاين الا بانت في الحيوان ولا بانت في الدراري الصغار راه كنعرفوها بصح حتى دوك راه ما كيكذبوش كما كتشوفوا دابا هاد رودراكش كدور طاقة إيجابية كدور بالجهد أكثر وأكثر وديما في هاد الحالات كيكون طاقة إيجابية كبيرة ومع الممارسة ديال اليوغا وديال هاد لي براتيك سبيريتوال بلا ما يكون عندك رودراكش بحال هادي يمكنك انت براسك تحس بها وكاين الناس بلا ما كيديروا اليوغا هما هكا تيكون عند الله تيكونوا كيحسوا تيقول لك هاد البلاصه ما ارتاحتش ليها ولا هاد الشخص ما ارتاحتش ليه وفي الاخر كيلقاو بلي بصح هذاك الشخص ولا هذيك البلاصه راه كانت فيها شي حاجه شوليت كنزيد نفهم الاساس ديال الفنون الحربيه اللي عند الصينيين والممارسه ديالهم البوذيه وهذه بشي داكشي بدا كيديني الاصل ديالهم اللي كاينه في الهند عاد قول من 2005 تقريبا وليت كنكتشف وكنتعمق في الاساتذه ديال الهند وننطح في واحد سميتو اللي كيقولوا له سادغورو هو اللي مشيت لعندو هو سميتو سادغورو جاغي فاسوديف هذا كي سميتو الكامله سادغورو تعني الاستاذ اللي ما تعلمش من الكتوبه الاستاذ اللي حس ولا اللي وصل للتنوير غير من التجربه ماشي بالقرايه ماشي حتقرا ولا شي واحد علمه غير بطبيعته هذا كيعني تصادقوا وبزاف الاساتذه ماشي هو الوحيد اللي كيعيطوا له صادقوا راه ماشي اسم صادقوا غير واحد الطريقه اللي كيفاش كتعيط واحد النوع ديال الاستاذ في 2006 باش اكتشفت صادقوا في يوتيوب وفي الانترنت بيت كنتبعو وكنتفرج فيه وكنسمع له وكما قلت هاد
الاساتذه اللي كنسمع لهم حيت بحال كنسمع شي واحد اللي كنعرفو حيت اصلا كيهضروا في داكشي اللي انا ديجا كنتحاس به. منو تعلمت اشياء اخرى حيت هو متعمق بزاف استاذ كبير بحال داكشي اللي كنت عارف بحال كملت على داكشي اللي كنت عارف كان بزاف الفراغ في داكشي اللي كنت عارف وبحال كملته من داكشي اللي اكتشفت منه وداكشي اللي اكتشفت منه كنمشي كنجربه بوحدي وكنشوف حيت راه اليوغا كما قلت قبيله راه علم راه سي اون ريغيرش سبيريتوال سي اون ريغيرش مثلا ديال ديفلوبمون بيرسونيل داكشي ديال الميديتاسيون اللي كيورا من اليوغا وماشي الاغلبيه ديال الاوقات كيكون داكشي كوميرسيال ضروري لهم غير السميه تاعك يقول الشاكرا الانرجي كيبقاو يحلموا عليهم داكشي راه بري بري ها ايش هذاكشي حس 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 داكشي كاع كامل كاين مي سي فيزيك سي ريال سا سيكسبليك باغ لا فيزيك لا سيونس فيزيك سي دو مانيتيزم هنا الداخل ديالنا ساتورن كيما قلت لك دائما اون موفمون داك لو موفمون ديالك سا كري سا انجوندر ان شون مانيتيك هاد الشون مانيتيك بلي زار مارسيو بلي يوغا كان ديفلوبيوها لا سونساسيون ديالو داخا كتقدر ديريج به كاينه الهيلين باي مانيتيزم كاين بليزيوغ ليف سور سا فالطاقة كيما قلت لك براغماتيك كاين شي حاجة كتحس اي واحد قاد اي واحد ريسبونسابل داكشي اللي كيوقع ليه داكشي اللي كيوقع حدا دونك الا وعب هاد الحاجه غير يبدل كيفاش كيفكر يتبدل شي لاخر الانرجي تاعي المانيتيزم تاعو باش تبدل الانرجي ديال الانسان كيدير حيت المانيتيزم راه هو اللي دايز كاع كامل فين ما كان ما كاينش غير هنا كاع لي كور عندهم المانيتيزم الا بغيتي تبدل لا فريكونس ديال المانيتيزم تبدل ديال كتكون لوند غادي بحال هكا كتبدل الفريكونس ديالها بلاتيتود ديالك كتبدل كلشي هادي هي اللي كيقولوا انما الاعمال بالنيات لاتيتود النيه ديالك تو بريزون باق هنا هادي كيقول شي يقول شي واحد عنده الهم كيكون شي واحد ما تقدرش كتحترمو بزاف منك علاش حيت لاتيتود ديالو ما كنطلاقها كاينه شي حاجه حداها اللي خايبه اللي تطلع اوكي كونترولي كلشي وكيحس بكلشي صافي هادشي اللي كيبان لي غير كترخى هذاك الشيء كامل كيجي من لاتيتود ملي كتخدم بالكورديون غير كتوقف على كترخى ماشي مرخوي ترخى صحيح كمطلوق زعما بي لوز 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 ها لوز كتحس بكلشي ها تحس بك راك انت لين تحس هو كيسوا هادوك اللي كيهضروا في هاد الحانات راه كنحس بهم ها دير هنا كيهضر هذاك انايا كتكون مطلوق هذاك المانيتيم ديالك و مليبر فاش كيكون عندك داك لي زونت كيولي بحال الكور ديالك كيكبر بحال كيوليو عندك دي نيرون سنسوريال على برا كتكون داك الانرجي داك المانيتيم ليكسبونسيون ديال لي نيرون ديالك دونك كتحس بعباد الله كتحس بلا كونيكسيون كتحس بلا كونيكسيون مع لا تير مع لا ناتور مع كلشي راه هذه هي لونيتي الوحدانية اللي كيعاودو عليها كتولي واحد مع كلشي هاد لا براتيك هادي ما كتلغي ما كتطلقش واش تكون مسلم واش هذا راه هي كتخدم الكور ديالك كما قلت لك لا علاقة بشعائر الدنيا ما عندهاش دونك كنتي مسلم مزيانة لك كنتي يهودي مزيانة لك كنتي بودي مزيانة لك كنتي والو مزيانة لك كلشي مزيان لك وهادشي كيخلي الناس اللي كيامنوا بشي حاجه كيخليهم يتعبدوا مزيان لان كيشرح لك شنو هو الخشوع المسلم كيفاش تخشع الخشوعيه كتحس بذاتك تحس بالبوا ديالك هذا هو الخشوع علاش هاد الخاتم فيه حنش وماشي حيوان اخر فاش كنجلسوا بواحد الطريقه وتنكونوا في واحد الحاله الطاقه ديالنا كتجبد
الطاقه كيمكن لكم تفهموها بحال الريزو، بحال الويفي، بحال كتكبر هذاك الريزو ديالك. باش كتكبر الريزو ديالك يمكن لك تحس اكثر بالاشياء. الحنش هو في المفهوم اللي عندنا في اليوغا هو اول حيوان اللي كيحس بهذه الطاقه. فاش كدير الليكيدو كدير الزازان ما كدير اللي بغيتي، ما كديرها باسيون وعاجبك داكشي اللي كدير، سمومون لا كتعيشو، دونك كتكون في لانستون بريزون، تا كامل كتكون في ديك الوقيته. في ديك الوقيته كاينه اون سونساسيون، خاص شنو ما قلتي ما هتشرحش، خاصك تعيشها باش تحس بيها.